الجدود انك روحنا فلسطين وشان القيمة باين در شان خذ الامير عبد القادر انت انا وكذا الامير عبد القادر كل الامير عبد القادر القسم الاخير قيمة نيلس اللي انا تحارب نيلس ارمي سوق من سرخر سوق من القضية كله صار لقيت شوية دخل في لقيت الدول زي القرانين خربنت في اللانا صفقا ديم لان كله الجدود ميدنا فغنو سدر هذا غير لبنان نكوني كران 13 قرية بفلسطين لا لا نعرف يزنا القبائليين لا نعرف كمان في سور الغزلان لا نقاد بني عطار غورنا لا نقاد زغيري مولا في الجزائر يلا يدنا أكلا بركان بني دوالة يكشني عمي صلاح أنا كشبان سكي الجدود كله قلقي في الجدود النغيدي طبعا في القرى في المدينة القرى يجي من الجزائر كشتيني الجدود كبان سيد نعمي صلاح الجدود كان في أكلا بركان بني دوالة ناس دوالة نعم دونك الجدود كي ها ايه بغا بغا مي دوسان الباقي يا لبنان وبعد قيمة كل يوم ندير الجهة نكوني نقيم ندقوا في بور سابور نحكوا الجزائر القنصلية السفارة دائما نقارص لاني قال يقسم الحالة النفط يلا يون غور يقوم ذاك الشريف واضي يقوم المحادثة طاس لكو الصحفة الزاير في القضية النغ ذاك ما عادش ما حدش يشلاف اللي أنا غبيت بي فذي غير أشوف السبب نغ أشوف القضية حتى ما عادش يشلاف اللي أنا غحب أشحال يكون كل مدام أدنى مثلي وانقلب حتى نر جنسيانا على خاطر مشان صديق الحالة أكد وراه النغض غلاص خدمة مشان الخدمة مشان يكوني انتسيارة سامورة الفلسطين يعني انتسيارة نبغى نقيمة نجاهز لكل الفلسطينيين أرمي لو كان دي بريون ذي نغض إن نبغى أنا أرول لا معنى نبغى مشان أنا فمكن الشغلي وراه النغض تاقيمي السبة والسبة فهم القرآن تلاغين الواحد يقول ستوارة فهم السليفيس ألو تاقيمي يغني الجان تاقيمي يغني الجان أن تقلب ونتسال دايما عمي صلاح أنا أشحال يدوان أشحال القبيلي قلان دي الكوندا ثلاثة كتشين أشحال يدوان قد ما غير السفارة يمكنني شريت لها وابور يقدم غابين أروح غد زيارة أرخويا والله العظيم مليون يرد في اللي ثلاثة وبور نصر ولا يون يرد في اللي إنه غذا تروح أبن غلا ما أش حالي ذوان أش حالي ذوان أسنى ذي غريبا أش حالي ذوان عمي صلاح السنة قال السلم ذي قناق إنه نكوني لصل النغضة ذات جاير ولا خذ رنانا يعني وهمغ وهمغ نكينا غرا كاين وو نادم مثل هكا في الهواء الجذوبي وتتشير لاصليت كون وتشوم يعني وهمغ وتنغى في الحلاقين عمي صلاح داجي عمي صلاح السلضيد انا اشحال يدو اشحال القبيلي قلان ذي دي لبنان القبيلي قلان باقي يعني كيني أديني أديلين شيران لا القبائل لا شيران بكدين شيران 150 تقريبا يعني شيران 10 15 بالعيلة هكذا القبائل اللي أعراضهم كمان أزال أكثر من سن كمان نفس سنين برضه القبائل
90 عيلة قبائل، أنا عم بيقول القبائل هدي 90 عائلة، 90 عائلة عم بيقول، أنا واحد هون عم بيقول أحصيته، عم بيقول 90 عائلة قبائلية، 90 عائلة قبائل. دونك 90 تواشرين القبائل لان كان ذي نادي لبنان، لان وذي لان ذي سوريا، لان وذي لان ذي سوريا، لان وذي لان ذي فلسطين. أيوة، هذه قلنا ذي فلسطين وفلسطين كله ذي لبنان الثاني سورة. ألو عمي صالح، عمي صالح، أمكن تخدم بويك يا راول، أمكن تفتق بيليث يسك أوريك هدرم ثق بيليث، أمكن تهدرم ثق بيليث، أمكن تسنجمع مذينا خطة لو الدينا بليك تخدم ما كنت تدار. نعم بكني ما هو بكني من لا لفلسطين إن تامورس إن نقيم ذي يسكون لون كني ذي القبائل آتيني رأيك مثلا ذي سمورس الجاير كله تمثلين كاغي اللغة نحفظيت واللغة نبال نغفلات تمثلين ولا الجذوذ نغتسونت لا معنى ميدف غنى شوكار ذاكي لبنان يعني تفرقني مذانا شوية أبغى مين فرقان والتعليم يغلى عرفت طاح كله قليل وين يحفظنا أمس العيد يعني إيه مقرانا بس إن يعني تمثيل سنة أكثر إيه ما زال يحفظيت والباقي إيه مش طاح كله تسون على حساب التعليم تعرف كله وخلصنا كل يمزان يكونين الذي فلسطين كله سامور في النغيوث دي شوم نقيم ليس إذا نقيم اليمنان كله تنسلين كان اللغة يجي وظل نقيم بيجا أسن حفظنا اللغة نسل لما يدت فغن الرش كله صورة تعليم تعرف وين يجي وجن سافلسطيني وين يجي وجن سابناني إذا يأس وجيني يغلت في اللان غطاء يغلت في اللانغ تضعف شوية اللغة يعني ولا شراء وهي مقرانا ما مازال يحفظ اللغة ما زال ران البال نسل بالله أما أنا مش طاحة والله أعطاس حقيقة تأخر في اللانغ إني غاتيد السبب شو السبب سبفة مقران ما يخلط الزواج وأكاجيني كله المدارس كله يتغليش تغلي طبعا ضعف اللغة أما يقعشنا كل جدودنا حقيقة أنا فهميت ونحفظ مضبوط ولا تنتسو أبدا أبدا لا يمكن تنتسو ألو عمي صالح ممكن تنجمع ممكن تخدم من الاجتماعات دينا ممكن تخدم مثل الأورغانيزاسيون التنظيم امكن تخدم من الاجتماعات ديال امكن تنجمع بغيره وين امكن تنتهضر مي وراون وين ما الى المشكله ما الى غير وغور امكن تخدم ديالنا القبائل وكتنجمع بغيره وين ساعه ما كوميتي دي فيلاج ساعه ما شغل ما كنت دار انا كنيا يا رانا مثل يعني كادي منقين بغيران غير قرانا اما انا نعرف يغلط طاس المجتاح يغلط بالله اسمه طاس عدم تعلمنا اللغة يعني تعلمنا رابيت لأنه أتفض ميون يماس تبناني ميون يماس فلسطيني فهي السينارة أبغى يتغلط يعني طاس لما يماس ماشي تقبيلي وين يماس تقبيلي يعني السن شوية يفهم شوية يعني يفهم في الله كل شيء عين السنة وهذه السنة ذي الركرب أول أما أنا يقال قبوين يمثل في برا ولا سنة ربيت فكاقي اللغة دايما نك لما نولش القساب دايما يعني مثلا يطاس يتغلس يعني يطاس الصبع عمي صالح صرق عمي صالح ننيد بليك لنيد بليك تولي ما طاس بربر تلفزيون ذي الناظ الصح؟ في التلفزيون صورة تسجيل اللي نحن كنا إيه 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 إلها المحطة التي في القبائل إيه إيه إلها لا إن شاء الله إن شاء الله إلها نكوني يعني أكديني
يعني الحقيقة نحاول طرف جذور الناق يعني لاندي حتى في فلسطين لان تمثلين تقليبا في القنصلية الجزائر مشان باش تعرف هذيك السن حتى في مسينا مشان القيمة يعني مثل ما كنا لنا يعني ميوسانا ما كنا ميوسانا كسامور إنزانا كل الميوسانا كسامور لنسن بعدين نوصل باقي بغرا كاقي نقيم دايما نتروح وعلمي قلنا الاحتفال استقلال الحكومة استقلال الجزائر نتروح نتغي ميت نشتركي لسن ونتهني نتهني ما ننق للاستقلال الجزائر الحمد لله دائما تروح والله السفارة لا معنى ما سنيني نبغى أغن تفكن لك واغض النار نغى أغن تجي ما نروح أنا وانتظار أنا أنطلبي حق النار دينين بعد فيما بعد خلاص تروح هلو عمي صالح عمي صالح عمي صالح نظرة باللي إمازيغن لليبي الماروك روحنا الماروك كتشمن نورمال وإذا لاتونيزي تروحنا لاتونيزي نورمال خونوي أشو غارو قنا وندفكن الكواغض من الجزائر أشو دا وندقارا لما السوثر ما وندفكن الكواغض باللي كذي الجزائرين تسوين أشو غار والله نكني تزريل والله العظيم أطاسي لأن سيديك قال لنا في المغرب ديوسان في المغرب كله روحا كله بين الكواغض نسنو لاني قال لك روحا لاني قال لك روحا في لبنان لاني قال يقيما بين الاوراق نسن قال في المغرب يعني قال الجزائر نكوني لاندي قال لك بوين كمان وين يقفنا يوفنا فريد يعدار الجزائر لا نوي قاضي سنفكا ناس الكوابن سن غورنا غلاني قاضي قبن كواب ماشي يركل يعني لا معنى لا يعني شيء 10-15 عيلة كاقينا قريبا يقاضي سوريا خاصة يقاضي سوريا أما يقاضي لبنان قليل عند قصنا في العيلة سنا ثلاثة العيلة العيلة لسقواضيا يقاضي قبن يعني والباقي ولاش من الكوابيس عندنا نتصل قبيله عمي صالح ذي لان ذي سوريا نغلان ذي لبنان ذي فلسطين عندنا نتاس لا ذي لبنان ذاكي لنا ذاكي كله اللان وبين اللان قال يقبل الكوابيس نهني في وضية واللان قال إذا غنى كالبركان سنة ثلاثة أربعة العيلة ولا كان سوريا هذا غنبين والله في كناس اللقواء سن يعني كان سلان ذي عربون ولا شيء كراذي القبائل كما كتشيني في كان كتشيني غا عمي صالح وين نعم كتشيني في كانك الكواغض نغالا وين كتشيني غيسك في كانك الكواغض نغالا الكيني أنا كنا طلبة ولا طلبة هذا ويغلك واخذي أصار يعني بكدين أطاس دائما أنا كسي كل شيء بورا تنادي كل شيء بورا نطلب نروح السفارة نروح أنا نغش قد ما الفيزا صار ثلاثة ودور جيدي والجواز السفر لنا فلسطيني يعني رخصة السفر في لبنان قد ما ثلاثة وقور حديروا يديس لا ولا حد ينادي عندي في الليل عالمي نذروحة الخزرة الأزغرة خويا ذي الأربعة وذو غلق بغنا عبقد مع ذوالي ماذا تزمر غاب عن كده أتسبان غار حقي كتير بغضة صروح دار قوات دوالي بونسي اسمي سدر فيك اسمي سدر فيك وكلا بركات انو غا أذروحة اسمي استدرتيك وكلا بركان اسمي اسمي استدرتيك انك تشيريا عمي صالح مازال في مغارة كشتني ضيت تبغض تصوح هاد الزهر ذيك ماك كوندا اسمي استدرتيك وين نعم اسمي استدرتيك و
والله يعني الحقيقة يعني فرحة غشحان مي دنان زم رضات روحها روحها قدمة الفيزا للسفارة والأسوالو لا سوى قدمة ولاش ولا الأخبار ولا العلم نكيني ناكل ميسن عمي عبينا نبغى نروح هذا نزور خويا ذينا ونوالي ذا غن أبريد نغان كاسا نقض أن كان الظالب ذي لحقنا فغلت ونرد في كنارة دونك ثورة أوقت في كنارة وقت في كنارة الفيزا دونك وتصعيد على الفيزا وتصعيد على الكواد الجزائر وتصعيد الفيزا كش تبغى تحضر تمر في القبيل تزر اكاليك اكال جدوديك وتزر ذي ثمايك ثورة قوري للكواد لكواد فلسطين في لبنان رخصة الدكادين يعني رخصة السفر بس في يعني في الجواز رخصة ولاني لغنى أتوحيبر عزاز قاكني دنيب نعم وأطاس يعني أطاس العيال إكران العيال غورنا إكران تشغصن يمكن كرا سنغصن كرا بعضين لأنه في اليوم شوية لأن كرا ذي طرابلس كرا ذي بيروت كرا نفني لما نغن دينينا في العيد الاستقلال دائما الحقيقة صروحه معنا صار كدينا كرا ثلاثة أربعة سبات ما عاد شجعنا نغ لأن شجعنا نغ يعني انت احتفل يزن أكد القنصليات السفارة الجزائر عمي صالح تفهم دي العوايد نوال أم كيف تخدم داخل البخام تفهم دي العوايد أم زيك أم ثمورة القبيل نغيش دي شوك في الدلال نكوني امشي العوايد النغ كله العوايد النغ العوايد القبايل ابدا كلش نتسقم في غريفين نتسقم الطعام الكسكسي وطعام الباركوكس كله غريفين كله غرنا في كذا نسوق اذا جونين في اللجيده تسوق انا اذا جون قاعد طاجين قاعد نسوق مستغرفي والله تسوق انا في الدخان تسوق في غراسي تغراسين مشان سمنت زيزوا في غراسين زيزوا في غراسين مشان زيزوا تسوق انا في الدخان واجي كاكي العدس النغو كي الريق البالي والله كي دايما تخدير المهيازة ام كي تخدمين من جيل جدا داغن تخدم داغن سنة سرسن في الأذجيس داخل الطعام الجفنة 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 باش تخمم السكسو الجفنة سباكها أسفر قن كله أسلق مسواكال الرق البالي تجي الرق البالي حقيقة واقعي إن تسقم هذا غنطاز دونك عمي صالح تعيشين تفبوك ذي العويد تفندوك ذي العويد تمر ذي القبائل تخدم سدينة ذي لبنان أبدا وما زال أنا ولا نتسوى اي شمه ولا شمه نتسوى نتسوى العذاب لنا لكذ كل المتشاون لكذ ايباون افتيين ايباون زكزار طعام كله لكذ يغي ايباون زكزار لكذ يغي نتسوى قميص لغا نتسوى